تحية متجددة إليكم مشاهدينا في الجزء الرابع والأخير من حصة الهدرة فوت. ما زلتم معنا على المباشر عبر قناة نوميديا. نتحدث الآن عن المنتخب الوطني وتحت المجهر جنجل ونعت. كما قلنا تحت المجهر المنتخب الوطني، كيف سيحضر إلى كان 2019 المقرر بمصر؟ نبدأ معك نصر بويش، كيف تشوف الحالة يعني تاع المنتخب الوطني قبل شروع في التحضيرات النهائية للكان، قبل التربص؟ هناك الحديث عن مباراة ودية أمام مالي بعد ما كانت أمام الكونغو ديمقراطية، نعم يوم الناس بحدت المالي. هل تشوفوا منافس يعني معتبر للجزائر؟ المالي فريق معروف انه سي ان اوت سايدر تحت الكان هذه اللي حتجري في مصر. نظن الفريق المالي عاده ما يمشي الى لو بلو لوان بوسيبل في هاد لي كان هادو، حتى ولو سي فري هما ايضا ما عندهمش اون جيستيون بارفيت لما يمروا للدور الاول، ولا ما عندهمش اون جيستيون بارفيت، لكن عندهم لاعبين ممتازين. عندهم ربما نقول لك قلب هجوم تاع بورتو ماريغا المالي اللي هو لاعب ممتاز، لكن نظن انه سي تان بون سبارينغ بارتنر للمنتخب تاعنا. نعم ميلود عبود، تربص المنتخب الوطني اللي راح يكون مع نهاية شهر ماي، شهر رمضان هكذا رفيق، هو أيضا نهاية موسم بالنسبة للعديد من اللاعبين. هل تشوف يعني في الوقت الحالي معظم اللاعبين المنتخب الوطني ما همش يلعبوا بانتظام مع الأندية تاعهم؟ هل تشوف هذا باللي نهاية الموسم في الجزائر ولا خارج الجزائر؟ لا يعني في اللاعبين قريبا، يعني المنتخب الوطني راح يكون لاعبين محترفين. هذا لا، هذه اللي قلت لك نهاية الموسم. هل بطولة وطنية اللي ما كانش لاعبين في الفريق الوطني العديد اللي لعبوا كأساسيين، ولكن بطولة أوروبية حقيقة يعني في نهاية الموسم. لكن معظم اللاعبين الاساسيين في المنتخب الوطني ما همش يلعبوا مع بانتظام مع الانديه تاعهم، تشوف هذا في صالح المنتخب الوطني؟ ممكن انه اللاعب ما يكونش عيان بزاف. ممكن اللاعبين اللي ما ينشطوش اللي ما يشاركوش في الفرق تاعهم ممكن تخسرهم مباراه تسجليهم، هذه معروفه، ولكن ما عندكش حل واحد اخر. ما عندكش لاعبين اللي ممكن ينافسوهم وتبدلهم ولا تديهم من البطولات الوطنيه. هذو اللاعبين هذو اساسيين بدون كلام، يعني عندهم بلاصتهم في الفريق الوطني بدون شك. ولكن كما قلت ممكن هذه المباراه تاع الفريق الوطني ضد المالي، فريق معروف، فريق ممتاز، عنده لاعبين محترفين هما ثاني في الفرق نشطوا في الفرق الاوروبيه. نظن باللي سبارينغ بارتنير اسي انتريسا، يعني انا فضلتهم على الكونغو يعني حقيقه، حتى لو الكونغو يعني فريق محترم. باش نعاود ندير النقطه اللي قلت، تكلمت انا على النقطه انه اللاعبين ربما تتكلم على الارهاق. يعني ما يكونوش تعبانين بزاف. مي والله بار مومون لي جوار نقولوا لي ما يلعبوش كثير، ما عندهمش ربما تقدر لا فريشور تقدر ربما تكون ربما بين قوسين. ميلود كي قلت له لاعبين تاع مستوى في الفريق الوطني، مي ماشي كاع كان لاعبين راهم يجوا. نقدر نعطي دي زيكزومبل كاع. تفضل ماذا بينا تعطينا اكزومبل. اكزومبل بالرحمة أو تبليسة جدا، ما عندوش نيفو تاع كيما صونا. إيه دونك وكاين دي زوطر جوا واسمو تايدر شو يدير في لي ديرني مومون هادو في لي كيما صونا، ولا عطيني تايدر شو يدير في لي كيما صونا لي ديرني مومون هادو لي ديرني طون لي ديرني ماتش لعبهم. واش دار تايدر لي بالكا بيردي في الوسط. هل تشوف لو شوا تاع لونترينور؟ شي شوا تاع دوك بالك دوك تهضر معايا يقول لك ما كاش ما عنديش. مي فو كيما نقولوا ما باش. لا من الصعب، شوف من فارس سي من الصعب. ما قالكش لوكالمون باش تسيب، ما جابوكش اونترينور، قال لك جيب لي كوب دافريك ولا جيب لي كوب ديموند. جاب شي تو تبليس يعني اسكو كاين خدم خد حوس على واحد. لازم تايدر كان غير تايدر في الجزائر. كيف شامبيون تاعنا كيف شامبيون تاعنا كاين لاعب اللي يعوض تايدر بيت ماك تهضر على تايدر؟ بالك كوتي كاليتي كاين بوداوي تاع بارادو كاين في القائمه ربما كوتي اكسبيريونس كوتي اكسبيريونس ما نقدرش نو. كاين لاعب تكلمنا عليه كثير، على اللاعب اللي راه ورفيق شاك فوا يتكلم عليه، سي ربما اللاعب لو بلوز اون فورم كي بو اتر بوتيت فلا ليست، وربما ماش حيكون فلا ليست.
سي هو يسحق بالفوديل نعم. حتى الامس سجل ثنائيه ضد شالك 15 هدف بليزيور باس ديسيزيف 4-4 باس ديسيزيف كلاسيكو هذايا حتى ولو فولو دير لا ماهوش القائمه تاعو هو تاع الاولى ربما يفا شونجي دافي بلاتي فا شونجي دافي لكن سمح لي بالك افون ضربه على البينا قال لك لا با دوني ساتيسفاكسيون صموراها داتشي في الاخرين ما زقالوش حنا 99% ماشي ديال لاكار في صموراها هنا طرح لك سؤال مستوى عالي جدا باش نقعد له برك في يسحق بالفوديل يسحق بالفوديل في عهد بالماضي جمال لعب لقاءين لا دوبل كونفرونطاسيون ضد البينا وين لعب في البوليده دخل ربما الى الذاكره تاع 10 دقائق الاخيره تاع اللقاء وفي البناء لعب 73 دقيقه وخرج الى با دوني ساتيسفاكسيون سي فري كو كاين دي سيليكسيونور سير دو ماتش اون لي روتور ما تعطيلوش ساتيسفاكسيون ينحيك ينساك هذه النورمال اللي بصح دو جوور دوبوي حتى اليوم راه ربما احسن لاعب كي بوت سيليكسيوني اللي راهو في المستوى هذا سي سول وانا نطرح لك السؤال ميلود ناصر هذا هذا اللاعب اللي اعطاه هل بالماضي ما شافوش مع ما شوف صح يعرف شوف دوك انا نقول حاجه يدخل في البون تاعو صح يعطيك الصحه مدرب الفريق الوطني سواء الفريق الوطني ولا في الفريق الفريق النادي عنده اون ريسبونسابيليتي ايلي ليبر دو شوازير اللاعبين باسكو سينو حنا الجزائريين كان زيفو تكو هذا اللي كان المدرب تاعنا ستيفان تقريبا 15 ولا 16 سنه قالنا كلمه واحده الوقت هذاك لي زاني 80 كنا 30 مليون دابيتون قالنا في الجزائر كاين 30 مليون دابيتون كاين 15 مليون دو ميدسان و 15 مليون دونترينير تادير وعلاش طبا قال كي تمرض تقول لواحد توجعني كرسي يقول لك شرب هذاك الاخر الصفر هذاك او تسبوا الطبيب دونك اي لي زونترينور شاك الجزائريان à une équipe dans sa tête. Pourquoi l'équipe nationale ne joue pas au 5 juillet ? Parce que quand elle joue au 5 juillet, les gens, il faut qu'ils le savent. Ou à l'aise, parce que qui l'a pour 5 juillet ? Supporter de Mouloudia, il réclame le joueur de Tahou. Supporter de l'Usma, il réclame ta JSK, il réclame... Donc, on est comme ça. On a tous une équipe nationale dans la tête. Mais... Delmoulou, la 9 juillet, les gens n'ont pas réclamé le meilleur Asma. Le meilleur, il a... كاين اجماع على اسحاق بالفوضي ما تقول اسحاق بالفوضي يلعب في المانيا 15 بيت ما عندكش دي زاتاكو مي زابار بغداد بون نجح له وطوب وتقول لي ما يدخلش لي بلون تاعي C'est ça. Elle peut être personnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être disciplinaire. Affective. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal qu'un bonhomme qui joue en Allemagne, Maroc, il a fait le championnat normal. Ou il a fait l'Allemagne. 15 buts en Allemagne, connaissant le football allemand. يقول لك كاين لاعبين رفيق واحد كاين لاعبين تاع منتخب وماشي تاع فريق ماشي تاع منتخب وطني متفق متفقوا عليها كاين لاعبين المنتخب الوطني فارس اللي راهم يبرزوا مع الانديه تاعهم في المنتخب الوطني ماناش نشوفوا يخدموا واش كاين شوف رفيق ماشي مدو اني جاكي ان 98 يافي دو ستار فرونسيس جينولا وكونترا الى بري لا ريسبونسابيليتي de ne pas les convoquer pour des raisons diverses. Ça, donc, encore une fois, ils sont personnels. Le Ken Maddesh, la Coupe du Monde, Ken Udbho, les Champs-Élysées, il y a un coffre, il y a Est-ce que j'ai des joueurs, il dit, j'ai Stéphane Guivarch à la Bali, ou est-ce que... Non, le choix, c'est... Non, oui, la responsabilité... Mais c'est vrai, ou est-ce qu'il y a une compétition, il y a la CAD, il y a un mustawa ali, il y a l'endurance, il y a beaucoup de choses, il y a l'expérience. اسكو دوك تجي نجيبو الدنيا من ان جوار ولا زوج ما نشكك في قدراتهم باغ اكزومبل بوداوي وبتات نحرقو لي جوار نجيبو سيليكسيونير ديال لاكاد دقيقه الاخرى سكيلاتشي جابو 90 جابو المدرب تاع ايطاليا بتات بلا ديزيام ديفيزيون اللي ما خدنيش الذاكره صارت قفاحه خرج بيتو تاع دوره صارت وي ولكن باش تقول لي عندك احنا في الوضع تاع الجزائر دي جوار تاعنا شويه شويه راهم يلعبوا على بلاصه 15 مينيت لي مير تاعنا عندهم مشاكل
لو سول بوتيم دو توب جوار تاعنا اليوم هو يسحب الفضل. بالفضل يسحب الفضل. ما يكونش الخيارات. نقام على خيارات رفيق وفي ظل الخيارات الغائبه فيما يخص حراسه المرمى بولحيم بليسي زغبارة وعود ولا غايا ايضا. هناك حديث عن مالك عسلة اللي أجرينا معه الاتصال للزميل وليد مرزوقي والذي قال عن المنتخب الوطني. بمواني واجد والحمد لله عندي الاكسبيرينس في كوب دافريك، لعبت لي كوب دافريك مع لي كلوب، لعبت مع ميليتار، لعبت في مع ليك ناسيونال، الحمد لله. دوكا اذا راني قلت لك انا يعني هاني واجد والحمد لله هذا العام السعوديه وحده ويؤدي لي عليه، وهذا هو الصح لما الواحد يكون عنده تكون لا كونسيونس تاع طونكيل، هذاك هو الصح. قلت لي كيف ناسيونال كي جوج تريح ان بيت بور نيمبورت كال جوار، باسكو ليكيب ناسيونال سي لو سوموم، سي حاجه كبيره. وقلت لك نهار تكتب لك مع ربي ما ينحوالكش لعيبات هذا ما كان. فارس بن عبد الرحمن، واش تشوف في حارس عسلة اللي راهو مليح يعني على حسب الاصداء يعني ادي في مقابلات يعني بس بهم يعني واش راني نشوف يعني انا دوك ماشي نتبع في الشامبيون تاع السعوديه، مي واش راني نشوف في اليوتيوب يعني لي زاري لا يديرهم يعني سي اكسترا يعني ميم في السعوديه شغل الكلوب تاعي سون ساتيسفيك ما نقول بال زيد عنده خبره عنده خبره في الفريق، يلعب في شباب القبائل، يلعب في ليكيب ناسيونال ميليتير، يلعب في ليكيب ناسيونال ثاني، كان سبق له راح مع المنتخب الوطني الاول، كان ديجا من قبل تاريخ مع لي سبور مع ومع البي تاعك فوالا سي ك انا نشوفه يقدر يكون في المنتخب الوطني. انا نرشحه باسكو سي ان تري بون غارديان فوالا. في الوقت الراهن ناصر بويش غياب زغبه اللي عاودوا يعني في الشك، غايا اللي تبليسان بولحي راهو دوخا برك اللي راهو في الخط، تشوفوا منافس يعني تاعو؟ شوف سيدي يا دي مومون وين انا بلوس اليوم لا كومبيتيسيون اي لحقت انا با شوا يفوت تروفي بياس دو روشانج اصلا دوخا في نفس يلعبوا في نفس لا ميم كومبيتيسيون نفس البطوله دونك il fait partie de peut-être des priorités Lyon parce que il y a des défections, il y a des blessés, il y a des trucs. On donne à cela un de l'expérience qu'il faut. لا شباب القبائل عنده نشوفوا والله بريوريتي على يعني باش هذا نبدلو بلا ما نشك في الحراسه نو سي ان ليست اليوم ما راهش بليسي الحمد لله ولا صون ان شاء الله بليسي بارابور دوتور يا محمد بولحيم بليسي زغبه من بليسي عنده ليكسبيريونس بارابور لوس والاوكيجا لعب فيك ناسيونال اون كومبيتيسيون اوفيسيال لا كان بليسي بارابور دوخ هذا نقول لك في كلش ما الكفه راه يتميل للعسله مي لوجو عسله ولعبوا تيتولار اذا كان الا كان 50% انا بالعسله اوكوجا ندي عسله انت لعب معك لا دينير كاد راه في الطوب نيفو لاباس عليه وربي يحفظه من عين لا بريوريتي ليه لا بريوريتي انا شوفو تيتولار انت ما تجيبوش فيه في تروا غارديان ويبقى هذا خيار الناخب الوطني جمال بالماضي لاختيار التشكيل التي ستتنقل الى مصر لخوض غمار نهائيات كاس امم افريقيا. نفتح قوس فيما يخص الجمعيه العامه للاتحاديه المقرره يوم 2 ماي بحول الله اصداء كثيره قبل هذه الجمعية. نبدأ معك سيد ميلود، كيفاش استقبلتم التقريرين المالي والأدبي وانت اللي راح تكون تمثل شباب القبائل في هذه الجمعية بما أنه شريف ملال أراه معقب؟ نضل بعنا نمشي ونشوف أرسلوا لكم التقرير المالي والأدبي؟ ما على بالي بالك وصل للإدارة بس كنا البارح كنا في الملعب وما زال ما اتصلش بال الاداره بتت اداره الحق الاداره نروح نشوفوا سي وصل دونك انا ما ولا ولا ما كيفاش تشوف حتكون الجمعيه العامه خاصه في هذه الحساسيه في هذا الكلام في هذا الضباب الذي يحوم كما نعرف المنظر هذا تاع الرؤساء وكلشي ما نظنش بالك يكونوا زوج ثلاثة أربعة رؤساء اللي رايحين ممكن ما يجيوش بالك ماشي ما يجيوش راح السؤال مباشر يعني خدم لي بيرو باسكو على بالك بيرو مورال في نوسي حاجة لا على بالي هذا هو هل من مصلحة الكرة الجزائرية عشتوا دو زاني مع زوتشي مع لي بيرو فيدرال اكتويل اون بارل سحب الثقة من المكتب الحالي هل ترون اليوم كمسير في جمعية القبائل من مصلحة الكرة الجزائرية بقاء زوتشي والمكتب الفيدرالي أو في رحيلهم جميعا؟ سي سامبل دونك ما نقولكش تفوتي يا نقول لك فوالا ما نفوتيش انا احنا هذا رئيس شبيبه القبائل اللي فوتي هو اللي يقول لي
كي يكون يعني الشرف تاعي باش يعني راح تصدق على البيلون ما تصدق عليها واش حبيت نقول لك نعم راح تصدقوا على البيلون ولا ما تصدقوش عليه دوك حتى نشوف البيلون نشوف البيلون واش كاين فيه ونشوف لو بيلون مورال تاعهم واش كاين فيه باش باسكو عندي عندنا قبل قبل تشوف راهو باين يعني في عامين هذوما قبل رانا نشوفوا كل شيء على الارض الواقع قبل نتحدثوا عليها واش مكتوب ممكن يكونوا حوايج في البيلون فينانسي اللي ما على بالناش باسكو البيلون فينانسي راك تعرف كاين بيتات امور اللي يخرجوا في البيلون وحنا ما على بالناش هما اسمع لي برك شوف بعيني باش نقدر نقدر يحكم عليه نطرح لك سؤال هي هما غلطوا القانون يقول لازم يبعث لك يبعث العضو الجمعيه العامه كيما نتوما تبعثوا 30 جور افلا سوميزيدا باش تدخلوا هما ديجا اصلا علموا عليها في 22 جور ما عطاكمش اورديني في النهايه هل بعثوا لا فيديراسيون وتقول باسكو لازم تبعث لا فيديراسيون تقول احنا ندخل في الجمعيه العامه هل شبيبه القبائل بميلو ايمود راح تدخل في الجمعيه العامه هل طلبتوا بلي تدخلوا باسكو 15 ولا 20 بيرسون راح يدخلوا في الجمعيه هذا واش هذا هو الجواب تاعي اللي عطيته لك قبل قلت لك انايا راح نمثل رئيس شبيبه القبائل اللي معاقب هو الرئيس هو معاقب انا راح ممكن انا ممكن واحد اخر دوك مازال ما رئيس اسمح لي ما خدوش القرار عندكم كلمه واحده ما تقدرش عندك لي ديري لازم تبعث لا ما فهمتليش دوك الإدارة بالك ضعفت داكور خلاص بالك ضعفت قلت لك أنا ما بالك ضعفت بصح أنا الأوامر تاع رئيس واش راح نقول في الترك ماهيش أنا راح نديسيدي حنا عندنا إدارة نتلاقاو مع نجتمعوا مع رئيس يعطيني أوامر تاع قال ترفض البيلون مورال فيلونشي نوصل للترك نرفض فيديو نرفض لان الاداره تاع الشبيبه ماهيش قد نتكلم باسمي نعم. الان هنا في البلاطو هذا ما نقدرش نقول لك راح نقول ما نصدقش البيلون مورال فيلونشي ولا نصدق نستنى اوامر تاع الرئيس والاداره بكملها ونمشي رفيق وحيد الحديث عن كواليس يعني بعمر راه يقول لك لعبوها لي يعني خاصه في تغيير جدول الاعمال وتغيير نظام المنافسه اللي كان ينتظر فيه واللي كان يعني انفيزي عليه بزاف في البطولات الجايه اكيد اليوم كاين صراعات وكاين حرب يعني تموقع بين لو كلون كيمي المكتب الحالي ورئيس الجي والرئيس باش نقول لك الرئيس السابق ولكن الموالي للرئيس السابق حتى الرئيس السابق محمد راوراو معول يدخل في اشغال الجمعيه العامه كاين دو كلون كلون راوراو كلون زتشي بعمر اللي كان هو وراء لتاجيل الجمعيه العامه وتم رفضها في عهد ولد العلي حضر الجمعيه العامه الاستثنائيه كعضو بيان سور ولكن دار ضغوطات على زتشي حتى يتم اعتماد رابطه جديده جهويه يعني باش يعني لي زيكيب تاع السود يقدروا يطلعوا هو سكت يقول المقربين لهذه المده ما حبش يتكلم انه وعدوه انه لا فيديراسيون هي اللي دير لور دي جو تاع لاسومبلي جينيرال قالوا له لاسومبلي جينيرال لي سوفران ندرجوا القضيه تاع يديروا اون ليغ في الجمعيه العامه والجمعيه ما تصدق عليها كي وصل لهم علاش قلت لك لحقوا لي بيلون لحقوا لي بيلون لحقوا لور دي جور كي لحق لور دي جور ما صابش لو بوان هذا يقول لك لعبوا هذه سايره تشوف هذه الخرجه تقدر تزيد تخلي بعمر يطلق تصريحات واحد اخرى بالك هي مخبيه ماشي تصريحات اليوم الناس خلاص التصريحات فيني التصريحات خلاص هم رايحين للفضاء للفضاء القانوني والشرعي هو فضاء الجمعيه العامه يتكلم كيما حب وطلب يطلب الكلمه بعت الامانه العامه تاع الفيدراسيون هو ان كان زين اون فانتان دو بيرسون منهم محمد راوراوا اللي راح يحضر وراح يدخل في الجمعيه العامه العاديه والمخاوف تاع زتشي بعمر اليوم يعني في لاسومبلي لو دو راح يدير ثوره تما جوست على جال زتشي ما راهوش متاكد بالتزكيه تاعو في هذه المره حين يعترف عمار بهلول في اجتماع مع رؤساء الرابطات الولائيه والجهه في قسنطينه بانها حمله لحشد تاييد اعضاء الجمعيه العامه من اجل تزكيه البيلون مورال فينونسي تاع زتشي هنا يعطيك مؤشر قوي وقوي جدا على انه زتشي اني با اليوم سور بانه راح يكون لفتره اخرى على راس الاتحاديه اليوم لو اليوم يرفضوا له البيلون تاعو 50% بلس اون فوا يعني سحب الثقه من المكتب الحالي والحاجه اللي على بها كاين الفورسينغ كبير وكبير جدا من عديد من اعضاء الجمعيه العامه من بعد المحسوبين على المكتب السابق منهم ربما محمد راوراوا لسحب الثقه من خير بن زتشي واعضاء المكتب وشفتوا البيان اللي داروه شديد اللهجه تاع لا فيدراسيون جيرون ديالنا بور باسي تاع ندير باش على راوراوا راه يقول لك لا فيدراسيون جيرون ديال الفوتبول لانه حادثه منعزله
خارج اشغال الجمعيه العامه للاتحاد العربي. الناس قالوا ما تحدثوش وما داروش بيان نهار وهنا المنتخب الوطني نهار وهنا يعني فرق نهار صارت مشاكل كثيره للكره الجزائريه ما تحدثوش وما داروش هذا البيان كما صرا داروه بسرعه غير جواب هلول داروه انا كيخرج من منجي النميدي هنايا غير ولا ما شفتش بيان تعزيه تاع المنصه تاع المسيوم انا ما شفتوش رفيق الحديث عن انديه راهي تقول لك انا بالك ميلو بداو هنا يقول لك لو كان العام الجاي نلعب بالبطوله العربيه نلعبها في قرار عدم المشاركه يعني لا ما عندوش الحق علن صريح خطير شوف اسمح لي باك نكمل ونعطي للشيخ بهلول دار قرار خطير وخطير جدا انه هو قرار المشاركه قرار شخصي المفروض تحملوا الاتحاديه انت شكون الجمعيه العامه هي اللي تحدد انت لاسومبلي جينيرال كيفاش ديسيدي سير الكوتات انت تحرم نوادي تلعب لا كوبا راب ثانيا مع الاتحاد العربي يعني لما قدم الموسم الماضي الاتحاد العربي هنا وقع عقد مع يعني الاتحاد الجزائري باش يشارك لهذه الانديه انت راك يعني فزافي كريتيكي يعني الانستيتيوشن اللي هي الاتحاد العربي انت تقول لالجيريا بصح انت درتنا في مشكل مع مؤسسه يعني غير جزائريه ربحتوا لعيب لاكاف وربحتوا لعيب الاتحاد العربي وما تروحوش الاتحاد شمال افريقيا بقى لكم غير لا فيفا هذا واش قاعد المشكل الثالث القرارات تتخذ باسم المكتب الفيدرالي يا ساده نعم. القرارات تتخذ باسم المكتب الفيدرالي وكلام بهلول خارج المكتب الفيدرالي رابعا وتروح لي ستاتيو تشوف من يخول له الحديث باسم الاتحاديه هو رئيس الاتحاديه او نعم. ماشي حتى نائب كاش او المكلف بالاعلام يقول لك الذي يتكلم باسم الاتحاديه عاد رئيس الاتحاديه والمكلف بالاعلام خارج الاطار الداخلي تاع الاتحاديه يتم معاقبته وفق القوانين هل اليوم بهلول فوضوا باش يتكلم وانا نشك ما فوضوش هل اليوم حيطبقوا عليه القانون الداخلي تاع الاتحاديه لانه تكلم وادلى بتصريح خطير وخطير جدا من صلاحيه الجمعيه العامه وهنا الانديه الجزائريه نفرضوا فريق شبيبه القبائل الموسم المقبل اختار يمثل الجزائر في البطوله العربيه اللي راهي فيها اموال كبيره واللي الناس قاعده كلها تطمع فيها سيد ميلو العبود انت مع يعني من دون شك راك مع قرار المشاركه ما بقاوش نستهدوا باش نشوفوا الناس تقول لك نرفض نقاطعوا من البطوله العربيه حنا نتمنوا نلعبوا كاس افريقيا هذه من دون بالشرف تاع جياسك ان شاء الله اذا انا شباب القبائل متعوده باش تشارك في الكؤوس الافريقيه ولكن كاس العربيه كما قال لك دونك سي رفيق لما سي بهلول قرر بان عدم مشاركه الانديه اليوم يا اخي الفرق محترفه ايوه ما عندكش حق باش تفرض ولا نشارك ولا ما نشاركش في لو كان الحادثه صارت وكان راهو في لاكاف يعني كان مو في لاكاف وصار نفس الشيء هل يعلم بهلول انه لافاف تقاطع لاكوب دافريك؟ ما ديرهاش خلونا بالكلام هذا هو المشكل لو ديراباج قلت لك علاش قاطعوا لاكوب دافريك؟ لانه راهو ما تخامش مع بهلول في الاتحاد العربي شو الاتحاد هذا العربي ولا شغل هو حاب يدير لي زيكيب شكون اللي يجيو عنده لا مش لا مش الحديثه مش هذه الحديثه ماشي في هذه الحديثه ثاني هذه ثاني ما عندهاش علاقه ما عندها حتى علاقه هذا تحتاموا فيها من بعد كيفاش هذا ريغلاها من بعد تاع هما يخيروا لي زيكيب لا هذه من بعد تاع ريغلا صرات ديجا من قبل ماشي هما اللي يخيروا شغل لا فيديراسيون تاعنا هي كاين موافقه بيناتهم كاين دير لي زيكيب بعد تفهموا عليها هذه خلاص تزيد كل اللي حبيت تفهموا عليها ولكن الحادثه اللي صرات راح قاسمي وبهلول يمثلوا لافاف الاتحاد العربي ما تنساش واحد ثاني كاين الناس تتعب باش تلحق كلاسمون كاتريام بلاس واسمو باش تلعب بالكوب دارب انت تجي تقول انا ما عنديش ليكيب هذه ما عنديش جياسكا ندي واسمو ما نديش هذه جياسكا لا لا هي في نورمالمون سي كلاس نورمالمون بعدا حبيت ندير هذا زياده خير ندي واش حبيت دال مولود قال كلمه شابه قال حنا ماذا بينا نلعبوا لا تشامبيونز ليغ ان شاء الله حتى نمر الاوفسايد فقط نستمع صريح رئيس الجديد لمولوديه الجزائر عمر غريب الخاص بالجمعيه العامه على كل حال بعثوا لنا على كل حال لاسومبلي جينيرال في سيلو 2 حنا دوك نروحوا للجمعيه ونشوفوا نتلاقاو تما دوك كيما انا كنت غايب نشوفوا باسكو كاين بزاف مشاكل في الفوتبول الجزائري نشوفوا نحكي بيناتنا ونشوفوا هذا واش ما نجم نقول لك ما نجمش نقول لك ناخذوا ديسيزيون في كش حاجه ولا حتى كي نتلاقاو كاع تما باش نجم الوسائل تطلب بلي اعضاء الجمعيه العامه داو يوجدوا بيتيسيون كونتر السيد تشي باش يسدوا المنطقه كيف صعد لا بيتيسيون يقولوا بصح مازال ما شفناهاش هاد الساعه
قادر يقولوا غير كلمتهم وينزعوا الثقه منه؟ وعلاش لا؟ كما قادرين يقولوا ينزعوا الثقه كما قادرين ما كاين والو سحبوا الثقة كما قادرين والو. واش تشوف السيد ميلو داهبود باش نخدموا؟ شوف بلي قادرين يسحبوا الثقة. سحبوا الثقة ممكن يا شفت ولا كاين كما قال لا 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 غريب لا لا محلل تاعكم الصحفي تاعكم وليد مرزوق السؤال قال كاين بيتيسيون اللي راح يتمشي باش يسحبوا الثقة. اسكي باريا اون بيتيسيون يتمشي بصح هذا واش سمعت الصحفي اللي قال هي الهضره يدور الهضره يدور كونتور يدور ممكن رؤساء اللي يديروها ممكن احنا ما على بالناش علاش تشتغل بيتيسيون يعني ماشي قالت لي بغيت نحضر اسومبلي فوطيو نو قلت لك صدينا عمري تناقشوا بيناتهم نعم هذا هو هذه هي وشيء ما يطبخ في الخفاء. الحديث اكثر عن الجمعيه العامه سيكون في حصه المقبله مع الزميل محمد بوخمية. نمر الى اخر فقره اوفسايد مع رفيق وحيد بعدها. هذا اوفسايد ابرز حدث سلبي في دقيقتين. تفضل رفيق وحيد. نقاط مباريات البطولة الجزائرية على اختلاف مستوياتها تسير بمفهوم اقتصادي استثنائي في السوق الموازي. ما يحدث والبالون دور يذكرني بقصة النملة والصرصور مع فريق مهم من حيث الطرح والمنظور تكون فيه الحاجة جسر عبور لضرب الأخلاق والوقوع في المحظور. نقاط المباريات تزن ذهبا في نهاية المشوار هي قيمة ثابتة بقيمة الأورو والدولار. نقاط معروضة في سوق العار هذا يشتري بمليار وذاك يرفع المزاد بمليون دينار. ثم تنتهي حكاية تجار نوادي كبار وصغار بجدول ترتيب واجهته غبار في غبار حين تصبح الرشوة رياضة شعبية في البلاد وتسقط القيم والمبادئ من أعين العباد. وحين نغض البصر سلطة وشعبا عمن ينهال على مقومات مجتمع ضربا ثم نهاجم من لا يقول فينا كذبا فإننا بهذا الواقع وهذه الحقيقة نعيش نهايتنا كأمة دقيقة بدقيقة ونجعل زولنا فرجة للدول الشقيقة والصديقة. بقدر ما أفتخر بجزائرية وأنا أعيش حراك الكرامة بقدر ما أخجل من مشاهد العار على أرض الجزائر هي مقامة. فالرياضة ونبل رسالتها فقدت في وطننا الأمن والسلامة. أردناها لعبة مفرقة لجامعة معدية لا للآفات مانعة رياضة تكون لها في الجزائر مقبرة واسعة شاسعة. لست أدري أي نوع وقعت فيه منظومتنا من الخطايا حتى تنال جزاء سموما كهدايا. قدر الرياضة والرياضيين ارتباط مصيرهم بآخر الرجال المحترمين رجال بالأقدام يدوسون على الأعراف والمواثيق والقوانين. من مضحكات كرة بلادي الكل يبيع والكل يشتري والكل يبكي ويشتكي وفيها المنافسة تحولت إلى بطولة ميكي يسيرها التيكي. عجبتني الخاتمة. الكل متهم والكل يبيع والكل يشتري والكل يشتكي. بهذا نختم خاتم المستوى لرفيق وحيد. آخر خبر فقط الذي جاء به الزميل شهر عبيدي هو توقيف الحكم دولاش الحكم المساعد الذي اعتدى على لاعب فريق نجم مقرى في لقاء نجم مقرى مولودية سعيدة لإيقاف إلى 3 أشهر بعد الاستماع إليه. هذه هي آخر المعلومة وبهذا نختم حصة اليوم. شيخ شكرا لك. شكرا للدعوات بارك الله فيك. كانت ندوة الله يبارك في المستوى في حال تتويج شبيبة القبائل بالله قبل ساعة تولينا نولي إن شاء الله وجبنا تيتر لان درع البطولة جينا درع البطولة جيبونا إن شاء الله. فارس شكرا لك خالد ماسي بون انفيتاسيون. إن شاء الله نكون فوتنا هذا بومون مع إن شاء الله كنا خفاف على الشعب هذا مع ناصر خويا مع شكرا واحد مع الشيخ عيبود منا وخالد طيبي. خالد طيبي خالد طيبي وستنا ماناجر ان شاء الله درو ماناجر. نصر شكرا لك. الضيوف تاعنا برك فارس يبقى في مع اتحاد الحراش في القسم الثاني ودام مولود قال لك نلعب كاس افريقيا ان شاء الله تمنى ان شاء الله. شكرا رفيق وحيد. شكرا شكرا للجميع. شكرا لكل الزملاء الذين سهروا معنا في هذه الحصه وخاصه للزميل شهر عبيدي وللزميله
بشيرة ولكل الزملاء. شكرا لكم جمهورنا على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم.